بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. طبعا انا قبل هالمره حكيت عن نوع من فلاشات وعرضتهم وقلت بالنت اني كويسين. بصراحه انا جربتهم وما مشي الحال. هدول الفلاشات اللي معروضين جنبكم اللي لون مثل الحديده، ما بنصح حدا يشتريهم. يعني كل شخص بده ينسخ عليهم ويندوز او شيء او يحفظ، ممكن باي لحظه هدول، حصرا انا بحكي، ممكن باي لحظه ينمسح الصور، ممكن بأي لحظة ينمسح الصور. يعني بنصح باستخدام الفلاشة هاي ساندسك. طبعا هي صينية، انا اشتريتها وهي صينية وحقها 7 يورو، وهي الفاتورة قدامكم. انا اشتريتها حقها 7 يورو لتوضح الصورة شوي. هاي 7 يورو حقها، يعني مثل ما بيقولوا غالة شوي، بس المهم تحتفظ بأغراضك بأشيائك أفضل من إنه ينمسح منا شيء أو شيء. لأني بصراحة حاولت أنقل صور عليهم، صور يفتحون وصور ما تفتحون وصور تخفيهم، وما عندي أنا لا فيروسات ولا عندي شيء الحمد لله رب العالمين، بس حاولت كتير ما كان يمشي الحال. طبعا أنا هذه صحي صينية بس أصلية. انا في شخص كان ناشر علي نفسه وعم يحكي اني كيف لازم تكون صينيه وسميكه، الجلد اللي سميكه وشي، بس هو نسي يمكن او ما عنده هو هيك شي، ما بعرف، اني في الا لزقه هي من تحت. المفروض الاصلي لازم يكون له لزقه من تحت، هيدي اللي عم شيلها انا هلا. هذا الاصلي، هذا صيني بس اصلي. نحن مشكلتنا بس سمعنا صيني بنقول خلص هذا ما بينفع، هذا للكب يعني. المهم انا بنصح باستخدام فلاشه تكون كويسه، افضل من 10 فلاشات مانن كويسين. لاني بصراحة حاولت احرق عليها لهديك اللي ما لها اسم، اللي محطوطين على الطاولة ما لهم اسم، حاولت اشرح عليها اني افتكرتها كويسة، بصراحة طلعت ما كويسة، وحاولت افرمت، حاولت اعمل 100 طريقة، ما كان يمشي الحال ابدا ابدا، وفورا بيعطلوا. بقى نصيحة مني، اللي بده يستخدم شي كويس، فلاشة كويسة، لاني هادي تروح العمر فيها شغلات يعني مثلا بتكون مهمة إلك. حبيت هيك بس أحكي، وإن شاء الله تكون النصيحة وصلت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.